على دوار الأسرى في بيت لحم أقيمت هذه الفعالية إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الذين يواصلون الخطوات النضالية رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار الماضي، ودعما للأسيرين الشقيقين عدال وأحمد موسى المضربين عن الطعام لليوم 25 على التوالي. عيني أحمد عنده 3 عمليات في الكلب، عنده صمامين بلاتين، مضرب عن الطعام من أول لحظة. هو أخو عدال أحمد هالحيني في مستشفى كبلان، وضع الصحي صعب صعب صعب، ما يعلم فيه غير الله، غير عن طريق المحامية. المحامية اليوم بكت عند أحمد ورفضوا يطلعوه. حاليا الخطوات اللي اتخذتها إدارة سجون الاحتلال هي بتتعمد الأسرى المؤبدات، بتتعمد عملية استقرارهم، وطبعا احنا معروف يعني انه الأسرى هم موجودين فقط في زنازين، يعني ادنى المقومات الإدارة مصممة انها تحرمهم منها، وهذا الإضراب عمالهم بخضوه رفض لهي القرارات. تضامن شعبي واسع اثبت جدوته في كل مره يخوض فيها الاسرى اضرابا عن الطعام او سلسله خطوات مطلبيه لصالح الاسرى ضد سلطه السجون واجراءاتها القمعيه والعنصريه والعنجهيه بحق الاسرى بجميع تصنيفاتهم الاعتقاليه. هذه معركه خطيره وصعبه وليست بالامر السهل عندما يلجا الاسرى بهذه الاعداد الى خوض معركه الاضراب المفتوح عن الطعام. لذلك نحن نعتقد بأن هذه معركة خطيرة وقد يسقط فيها عشرات الشهداء، ولهذا شعبنا الفلسطيني متاهب، قيادتنا الفلسطينية أيضا متاهبة، الجميع ينتظر، الجميع سوف ينضم بشكل أو بآخر إلى هذه المعركة لإسناد الأسرى. الحراك الشعبي مهم على كافة الأصعدة، فقضية الأسرى ليست قضية موسمية، وإنما طالما أن هناك احتلال هناك معتقلين. لذلك مطلوب منا كشعب فلسطيني أولا نقول للأسرى بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة وفي كل معاركهم النضالية. الشعب الفلسطيني يلتف حول قضية الأسرى بكل تفاصيلها، وسنستمر في هذا الحراك سواء كان هناك إضراب أو لم يكن، لأننا نعتبر أن قضية الأسرى هي قضية وطنية وتحتاج دائما إلى تكاتف الجهود من أجل حريتهم وخلاصهم من الظلم الواقع عليهم. يذكر أن الأسرى استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في آذار الماضي بعد أن لوحت إدارة السجون بفرض إجراءاتها القمعية، حيث بدأوا بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام، إضافة إلى ارتداء زي الشباس وإغلاق الأقسام وحل الهيئات التنظيمية. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت